ابو عبد الرحمن علومه زين عارف السالفه قبل تجي. حول السيل يا اخواني يقولون سنيه يقول مع البادي يقول لهم بادي سبير يقول وعندهم جده يقول ما شاء الله عليها عقيدتها زينه ولا منها قالت شيء سبحان الله يقول حدث هن قالت السيل بالشمال ولا بالجنوب ولا لا اله الا الله كانها ملهمه يقول هذه سبحان الله يقول من الحي القيوم الهام يقول يوم جاء يوم من الايام يقول له والله ان عندها عيالها اولاد لو رجالها عندها وعندهم عيال عم يقولوا نازلين بالوادي بالقيض يقول بالشعيب الناس من اول يجنبون على الغبر ويزلون بالبطحه البطحه هي فراش اليتي مثل ما قيل يرتاح الناس من اول ما عندهم فرش وهديماتهم بعد مشى الحال الله يرحم الحال ايه قال يوم جهه كل يوم يقول والله ما ادري لو انه ايام الخريف يعني بدايه يا اخوي الكلام البدو لا شوف البطحه هي فراش اليتي هي والله صحيح نعم. يا والله اننا والله ان كنا نفترشها ونلتحي في السماء لا اله الا الله اي نلتحي في السماء والله ما شيء واجد من القل يعني اي رجال اي ما عندهم شيء لا راضي على لا فرش ولا شيء ولا اسلم اسلم عوض عليهم يقولون لهم العصر يقول نازلين بالبطحه يقولوا هم يقول الله اعلم ان حول الخريف دخول الخريف اللي هو اول الوسوم اول الخريف يسمونه الصفري ايه اي ويرحلون الناس من الاوديه ومن المقطان ومن يروحون يقول الرجال اللي حكى السالفه يقول عندنا جداتنا يقول احيانا تعطينا يعني شيء يصدق واحيانا والله ماش يقول قامت تنسى بعض الامور يقول يوم من الصلاه والعصر قالت يا فلان والله ما ادري لو ان حد عيالها ارحل وارحل 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 يلا يلا شدوا شدوا يلا عجلوا 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 جاكم الخير شفت يا اله الا الله مواري مواري لا اله الا الله وش قال يا جده وش علومت وش قالت ارحلوا وزكنوا على ربعكم اللي بالشعيب ترى بيجيكم شو اسمه الشعيب سايل اخر الليل يبي يجيكم عيار ما جايكم مطر ببلدكم يبي يجيكم عيار من بعيد منقول الله الله يقول قال يا جده الله يرضى عليه سنه والله انت مهدريت بالامور الاوله لكن المطر عند الحي القيوم والله لا نشوف خيانه ولا قال شوري عليكم شوري عليكم شوري عليكم يقول المهم انها طاعها ولدها يقول هم يسحبون البيت يقول كم من متر من اول بوع يسمونه 50 بوع أيه. البوع هذا اللي أيه. المتر ما سجل صح حولها الله يقول قالت روحوا حوالي 50 بوع او اكثر شوي يقولوا جاملوا معه يقولوا اسحبوا سكنوا على قصراكم سكنوا على قصراكم خلهم يطلعون ورا ولا جاي يطلعون من جرفة الوادي المهم راحوا يمه ولدهم هبل الحين الوسم ما دخل والصيف الصفري هذا الصفري الصفر الارض ويمكن ان شاء الله يجي مطر لكن ما لهم موارد لا نشوف سحاب ولا شيء الله اعلم من جدتكم انها مخرفه قال والله هذه رساله من الجده وتقول ارحلوا قدام يجي العلم الصامل ترى ما ادري يجي شيء اخر الليل المهم انطعوها انتم يا احفادها طعوها وشالوا البيت شالوا بيوتهم حولهم ثلاث بيوت او اربع شوي طرفوا هذا ولا امرحوا بنفس جورة الوادي يقول يوم جاء اخر الليل يقول عجيز ما رقدت الوالده ذي يقول ما رقدت يقول تروز وتشوف وكل ما هذا تحط يديتها تذيع لان غابت الشمس يوم غابت الشمس قالت والله المطر عند الله لكن امرحوا يا مسلمين ترى هذول عليهم خطر والله يا لما يشدون اللي يجيهم فالا والله ما يبونه لكن شدون يرحلون يقول قال يا جده الله يرضى عليك انت رحلتينا وخلانا البطحه الزينه فراش لي تيم قالت يا رجال ما يخالف فراش الله كله خير وهذا فراش لي تيم تبي تشوف باكر وش يجي بسم الله الرحمن الرحيم الوالده هي وش وش علومها يقول المهم يقول يوم جاء اخر الليل يقول نايمين يقول والله الصياح يوم قام لا اله الا الله يقول يوم قام الصياح لا عليهم سحاب ولا عليهم مطر ولا عليهم شيء اخر الليل يقول يوم قام الصياح قالوا والعجيز يقول تطلع يقول يطلعون عيالها يقول لا يقول الوادي يقول لا والله بحر من الشفا للشفا كذوب سيل سيل بحر يقول غطاهم
يقول له والله يسمع الناس صياحين على رؤوس الطلح وصياح البل يوم منها تراغ والغنم ولهم جضة ولهم. قال ما الله ما أطول يا ساعة ولا شوي، يقول له والله يوم أدمست الدنيا هذا قدام صلاة الفجر. يقول طلع عليهم الفجر، يقول له والله ما يقدرون يسوون شيء، يقول له والله الوادي يقول متساوي مرة، يقول والله ما أطش عليهم ولا قطرة ولا طشة جذوب. سبحان الله العظيم. لا يم الحجاز وتحدر عليهم الوادي صار متحدر. المهم اكتبوا العجوز هذه احفادها وعيالها، يا جده هانتي وش شفتي؟ هانتي وش اللي جات؟ وش تباريتيبه؟ قالت شفت النمل هالقعر اللي بجنبنا اللي بطرف البيت النمل قارية، هي قارية. ويوم انه جاء حول العصر لو والله هم قامت تطلع عيالها وتطلع زادها الله. وتروح تطلع يم الجناب اللي المرتفع شوي لا. وقلت النمل هذا والله ان عنده خبر لا. شفت الله صحيح. اكبر. تقول المهم انهم راحوا، قال اخذوا لهم يوم او يومين، يقول له والله الشعيب يوم انه نزل الوادي، يقول له والله يوم اخذ كلمه هذا بعير ناشب له بطلحه، وهذه غنم، وهذا بيوت ناشبه، والوادم كله راحت ولقوهم بالمحير. المحير بعيد والله ما ادري لو انه قالوا ودرمه، ما ادري لو قالوا ودرمه، هذا من اكبر الاوديه اللي تجي من الحجاز وينزل على القصيم، وما زال السنه هذه بعد اظن سايل، وله محير حدر من عنيزه وحدر من القصيم كبير اكبر من شرقي الرياض كله. هذه القصه وتمرون البدو صراهم يتمرون هالعجوز تبارك الله تمرت وين بالقعر النمل الكبار ذا أيه. تقول يوم تتغدى له جضه مثل البدوان اللي مرثوا عنبها ولا تشيل عياله ولا تشيل علافها لان تعدت، وهم جو بجنبها ونزل وسلموا سبحان الله سلامة الجميع. يمكن طولت عليكم. لا بالعكس لا والله ابو سالم في عصرة لي كنت